متابعي برنامج ألف سبور، السلام عليكم و ترحبوا معايا بواحد النجم ودادي سابق اللي هو سي بوجمعة قصاب. سي بوجمعة مرحبا بك. مرحبا بأخ شروق ومرحبا بمشاهدي أنفاس تي في. إذا أنت ودادي 100% ولا الوداد؟ لعبتي في الوداد ومازال كتشتغل في الوداد، كيفاش تقول لنا باختصار يعني العلاقة ديالك مع الوداد؟ وصراحة العلاقة ديالي مع الوداد بحال العلاقة ديال الأب مع ولدو ولا الأم مع الابن ديالها. فمنذ الصغر ديالي وأنا كنعشق هذا الفريق، الحمد لله تمكنت ولا الوالد ديالي الله يرحمه قحمني بالفئات العمرية من تقريبا دزت جميع الفئات من البيبي ديك الساعة المينيم الكادي جونيور ليسبوار حتى ليكيب بروميان. داك الشيء اللي خلى انني نكون عندي واحد العلاقه وطيده بهذا الفريق اللي كنعشقو وكان لي الحلم باش نلعب فيه ولعبت فيه، والحمد لله ملي لعبت فيه حققت بيه. شحال لعبتي في انا بدايه المشوار ديالي في الكبار كانت في موسم 90 91 وساليت في موسم 2003 2004. واللي معروف انك جيتي انت كجناح طائر جناح ايمن، وجيتي من بعد واحد الجناح اللي معروف هو الفريخ فخر الدين. يعني كيفاش حسيتي انت وانت غتلعب في واحد البوست اللي كان تيلعب فيه فخر الدين اللي لعبته هو سنوات طويله في الوداد؟ هو صراحه ماشي على فخر الدين، لان انا الموسم اللي ذكرت لك باش بديت فيه موسم 90 90 91 راك كيعرف بان كان كيعز بالنجوم تقريبا 8 ولا 9 كيكونوا في المنتخب على سبيل الذكر نور الدين نيبات، بن عبيشة، فخر الدين، مجيد بويبود، الاجانب كان موسندا وكان ولكن سولت داودي كان اي هادو دونك من اللي معروفين. لا انا سولتك على البوست، يعني هذاك البوست انا جيك بشوي بشوي. دونك هذا بعدا باش تلعب معاهم كمجموعه راه خصك تكون تفيق بكري كما كيقول. شو خاص ماشي تفيق بكري، وذاك البوست اللي انا كنلعب فيه كان كيشغلوا ديك الساعه عميد الفريق فخر الدين وما ادراك ما فخر الدين. فالحمد لله بالمساعده ديالو، لان هادشي ما جاش لان ملي كيشوفوا كانت المجموعه اللي قلت لك ملي كيشوفوا شي واحد اللي غادي يعاونهم كيبدلوا لي المساعده وعلى راسهم فخر الدين، والان انا كنستشر معاه والان كي دونك الحمد لله لقيت اللي وكنت لعبتي معاه واخا جيتي انت في البوست ديالو هو بقى في الوداد، ولكن هو مشى لعبنا بجوج مشى لجناح ايسر مشى لجناح اليسرى في بعض اللقاءات لعبنا بجوج. دونك هذا كيبين على ان راه السيد كيعاونك، وحتى ان المدرب دار فيك الثقه ديك الساعه يوري. فالحمد لله لعبت انا وياه وحققنا اول موسم ديالي اللي لعبت كرسمي مع فريق الوداد حققت واحد اللقب كبير اللي هو عصبه الابطال ولا كاس الانديه البطله ديك الساعه 92. فكان لي 92 وموراها حققت اللقب، فهذا شرف كبير لي وهو الشيء اللي خلاني انني نمشي بواحد المسار موفق مع فريق الوداد كبار. حتى كان لي الشرف باش حملت العماده ديال الفريق، وتانا كما عاملوني فخر الدين والاخوان فتانا تانا جاجين مورايا. وانت اصلا كتشتغل دابا مع الوداد يعني فئات اقل من 19 سنة. اشتغلت معاهم ذاك الموسم وهذا الموسم، والشيء اللي خلاني انا نعرف نكون واحد التلاحم بيناتنا. فالحمد لله هذا الموسم كيحققوا واحد نتائج إيجابية، الآن مصدرين ترتيب بدون هزيمة، وإن شاء الله إحنا دابا ضمننا التأهل كما كيقولوا لي باراج الربع النهائي. بغيت نسول بس جي عندك تما شي جناح أيمن حتى هو الحمد لله كاين بحال فخر الدين، والآن كل شيء كيهضر عليه، لاعب اللي كيمتاز بالسرعة، ذكي، كيسجل أهداف حاسمة، هو الآن هداف ديال الفريق وكيمتاز بالسرعه. وكنعرفوا ان فريق الوداد الهويه ديالو انه كي جميع هاد الحقاب اللي دازت كيكونوا لاعبين اللي كيمتازوا بالسرعه هما اللي كيخلقوا الفريق. الوداد معروف بالفعاليه وهاد المواصفات كيمتاز بها هاد اللاعب اللي هو نادر اللقماني. ف بالاضافه للفريق ككل، لانه هاد الكتله هادي موس داك الناتيف ديال 2002 2003 كانوا من الاول هما مجموعين، ومن الاول هما كيحققوا نتائج ايجابيه لا في المينيم لا في الكادي، والان هما في 19
ونتمنى اليوم يقوم جمهورين. على ديك الوداد في هذا الموسم الحالي واش كتشوف بان الوداد خضات الطريق ديالها نحو اللقب؟ الفريق الاول بطبيعه الحال لانه كل كيشيد بالمستوى اللي ظهر به فريق الوداد هذا الموسم. الان تصدر البطوله بواحد الفريق مريح وعنده لقاء مؤجل، تاهل للربع النهائي ديال عصبه الابطال الافريقيه باقي لقاءين، فالتركيبه اللي كيتوفر عليها ولو المدرب المحنك ولا حتى كما كنعرفوا المكتب المسير كيفاش كيشتغل، فهذه كل عوامل خلت انه الفريق يحقق نتائج ايجابيه، وان شاء الله لابقى غادي في هذا المسار، وانا على واثق انه يمشي في هذا المسار غادي يحقق ان شاء الله. هذا في الوقت اللي الوداد كتعيش يعني واحد المرحله زاهيه، كان ضروري كنتكلموا على الوداد الدار البيضاء، كنتكلموا ضروري نتكلموا على الرجاء اللي كيمر حاليا بواحد الازمه، ومؤخرا شفنا كيفاش تم الابعاد بواحد الشكل اللي صراحه غير مقبول للمدرب جمال السلامي. انت كيفاش يعني كرياضي ماشي كوادي بالضروره يعني كمتتبع ككويري؟ وصراحه احنا انا كنطمح وكان الان كنحقق كندير واحد الدورات التكوينيه باش نكون مدرب وان شاء الله مدرب وطني. فملي كنشوف مدرب اللي تا هو وطني ومغربي وود الفرقه وعطى على شفنا النتائج اللي حققها السلامي، ف ما كنظنش انه الكل كان كي لانه الفريق الذي ما حقق البطوله وجا حققها مع سبع سنوات ما حققش لقب بطوله وداها السلامي، متاهل الان فينال ديال كاس العرب اللي كان يعرف اللي فيه ميزانيه كيعرف السيوله الماليه اللي كيتوفر عليها، حقق نصف النهائي ديال عصبه الابطال الافريقيه، حتى الصف الثاني هذا الموسم وعطى فرصه لواحد العدد ديال الشباب من ولاد الفرقه. هذا هو المهم، دونك لا ما كنظن هذه النتائج كلشي كتشفع عليه بانه السيد كيخدم، ولا كانت واحد الكذبه ولا هذا ما نظنش انه غادي تكون نهايه العالم، ولكن كيبقى مدرب محنك ومدرب محترم. اسمح لي لقطاتك في هذا السياق، واش كتشوف ان الشارع ولا هو اللي تيحكم التدبير ديال الفرق؟ شوف انا كنقول بانه هاد خصوصا الفرق الكبرى ولا فرق ديال الدار البيضاء فعنده واحد القاعده جماهيريه كبيره، الناس كتساندك في السراء والضراء، كنشوفوا انه المدرجات كيفاش كتكون زاهيه في ايامات قبل هذا الكونفينمون، شفنا انه عطاو هذا الجمهور ديال هاد الفريقين عطاو واحد الصوره جيده لكره الوطن كره القدم المغربيه، وهذا الجمهور هذا كيبغي دائما الفريق ديالو في القمه، دائما كيبغي يحقق الالقاب، دائما بغض النظر على انه راه واحد المدرب عنده واحد الفلسفه باش يلعب لي جون ولا هما كيبغيو على النتائج، دونك النتائج من ما كتكونش ضروري كتكون واحد الخلل واحد هذا، دونك نتمنى انه الجمهور يراعي واحد شويه، انا كنهضر على الجمهور عامه يراعي واحد شويه، لانه الفريق ماشي دائما غيكون في الطليعه، غيكون واحد واحد كيما نقولوا واحد الوقت غتكون واحد سموجه باش نوضح الامور، حنا كنهضروا على واحد الفئه ديال الجمهور، يعني ماشي الجمهور كامل، كاين الجمهور اللي كيتفرج ما عندوش دخل لا في مدرب ولا في تغييرات، شفت المفارقات وسمعت انا الاراء ديال انا سمعت الاغلبيه كيقول لك خصنا خص السلام يبقى دائما على علاش وعلاش، عطاو الدوافع والدوافع كاينه، وكاين بعض الاخر اللي كما قلتي فئه قليله اللي ما عرفتش ما قدرش نقول لك انا ما ندخلش في التفاصيل ديالو، ولكن بهاد النتائج اللي حقق السلامي فكان انه كان من الاجدر يبقى. مثلا نهضروا على الوداد الرجاء كاين بطبيعه الحال انديه اخرى بركان الجيش هذا يعني فرق اللي كنحترموا جميع الفرق، غادي نمشي معاك للمنتخب الوطني والتصريحات المتكرره ديال الناخب الوطني خالد زوزيتش اللي غير هذا الاسبوع هذا في الندوه الصحفيه عاوتاني تيكرر نفس الامر على نفس الملاحظات على اللاعب المحلي، يعني حتى بالنسبه لي انا كصحفي كمتابع الكره تاع عبارات اللي فيها شويه ديال الاهانه، يعني علما ان المنتخب المحلي راه دار الشان 2018 ودار الشان 2021 وكاين لاعبين يعني في مستوى، كيفاش انت كتشوف انت لعبتي كره
ما كتشوفش بان كاين واحد القضيه اخرى ما فيها لا تاكتيك لا تكنيك لا هذا، وين ديك الروح من الداخل؟ طبيعه الحال الروح ديال وحنا شفناها ولمسناها كما قلتي في الشان، بان ديك الروح وديك العزيمه القويه، لانه هو اللاعبين اللي مشاو للشان بغى يبينوا الحمد لله هم حقوا اللقب، وفي نفس الوقت بغى يبينوا المدرب ديال الفريق الاول انه حنا راه كاينين ونقدروا نساعدوا، خصوصا في الادغال الافريقيه. الا شفنا حنا انه المنتخبات اللي واجه دابا المدرب حلوزيت انه منتخبات في المتناول يلعب معهم بالفريق المحلي، كنظن انه كان غادي ينتصر وغادي يتاهل، ما يكونش شي مشكل. هو دائما مصر بطبيعه الحال، هذا بحقه مصر على انه يلعب، ولكن كنظن انه التصريحات ديالو ما خصهاش تكون بهذيك الطريقه. نعم، لاعب محلي حتى هو باغي يفرض الذات ديالو، الحمد لله حنا شفنا انه في هذه اللقاءات الاخيره استدعى لاعبين ديال 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 البطوله الوطنيه، ومشى بعيد كانه اقحم بحال مثلا جبران في لقاء ديال موريتانيا واخا لعب الشوط الاول، ولكن كيبان بانه اقتنع واحد الشيء بان راه اللاعب المحلي عنه، ولكن كنظن انه لاعب محلي تثبت الوجود ديالو، وكاينين لاعبين محليين صراحه اللاعبين اللي في المنتخب احسن بكثير من اللاعبين المحترفين، بعض اللاعبين المحترفين اللي كانوا دونك كنظن انه كفى، لانه الناس بينوا، الدراري بينوا في الشان، بينوا بانهم يستحقوا مكانه ديالهم في هذا، دونك خصها تعطيهم فرصه كامله، ماشي نستدعيه ونحطوه في البونتوش ونقول راه هذا. دونك انا كنزيد ناكد كل شيء غادي يشاطرني بان كاين لاعبين محليين يستحقون مكانه في الفريق الاول احسن من اللاعبين اللي كاينين. ما كنهضرش كان على لي غون كاليبر بحال زياش بحال هذا، هذوك كاين لاعبين اللي لا يقاشوا عليهم، كاين شي لاعبين اخرين اللي كنسمعوهم هنا ماذا، دونك وشفناهم انهم كيلعبوا كاساسيين، ولكن راه كاينين شي ناس شي وحدين حتى في التاريخ، حتى في التاريخ ديال كره القدم المغربيه، حتى في مواجهات الكبرى في كاس العالم راه اللاعب المحلي رتبت جميع الدورات مثلا ديال كاس العالم والالعاب الاولمبيه بانه في مستوى، رغم انه كنا كنواجهوا منتخبات كبيره بحال انجلترا ولا المانيا ولا البرتغال هذا. يعني حنا كنتمناو ان الناخب الوطني يحاول يغير من هذه النظره للاعب المحلي ويعطيه فرصه. حنا دابا ما غادي ندخلوش فيه، الا شفنا انه بهذوك اللاعبين اللي كتستدعيو انت اللي كتميزهم على اللاعبين ديالنا، كنشوفوا مستوى كبير، نشوفوا كما كيلعبوا في الفرق ديالهم، يلعبوا في المنتخب الوطني، ديك الساعه غادي نشاطروك الراي. ولكن حنا كنشوفوا، حنا دابا شفنا بانه واجهتي واحد المنتخبات اللي اش غنقول لك في المستوى الرابع، الا واجهتي المنتخب الكبيره بحال نيجيريا بحال هادو اللي بحال مصر بحال هذا، دونك هنا في غادي نقولوا راه الا درتي نتائج جيده راه نقولوا راه عندك الحق، ولكن انت دابا بهذا الفريق هاد الفرق اللي واجهتي ولقيتي صعوبه وما كانش الاداء وما كانش الاقناع من الجمهور، ما مرتاحش، دونك مادام حنا دابا في اقصائيات ديال مع الفرق اش غنديروا في كاس العالم اللي جايه وفي اقصائيات، انت كاس العالم كما كنشوفوا ان الا دزتي كاع راه غتلاقى مع الفرق الكبرى، دونك خص كتبقى اختيارات ديالو، ولكن اختيارات بطبيعه الحال الملاحظات ديالنا بطبيعه الحال. سي مربوط توجه واحد الكلمه للجمهور ديال الوداد. وصراحه جمهور الوداد جمهور عزيز على القلب ديالي صراحه، لانه كان لي واحد الدور كبير باش لعبت انا في الفريق الاول، لانه كنا انا ذاك فاش كنا كنلعبوا في لي جينيور ولا الفيليزي سبور، كنا كنلعبوا في مقابله طرف السيطار في نفس الملعب اللي كتلعب به الفريق الاول، دونك الجمهور كيشوف المستوى ديالنا هو اللي كان كيطالب باقحام لاعبين. الحمد لله مع المدرب حتى هو كان فينا، دونك الجمهور كذلك كنبغي نشكره على التشجيعات اللي كيشجع الفريق الاول بالسراء والضراء، باللوحات الفنيه ديالو دائما كيبغي الفريق ديالو في القمه، والحمد لله خصوصا هذه السنوات الاخيره فالفريق كيحقق القاب وكيحقق نتائج جيده بفضل الجمهور، لانه كان واحد عنده واحد الدور كبير، خصوصا انا ما لا للحصر هو اللقب ديال عصبه الابطال الافريقيه 2017،
فكان الجمهور عنده واحد الدور كبير باش حقق هذاك اللقب، ونتمنى انه يبقى عنده نفس الطموح ونفس الاسلوب بالتشجيع باش ان شاء الله حتى هذا الموسم ان شاء الله نحقق اللقب ديال السي بوجمع. انت اسم كبير في التاريخ ديال الوداد، وكنتمنى لك التوفيق في المسيره التدريبيه ديالك، واحد النهار نشوفوك انت في المنتوج ديال فريق كبير ديال الوداد، ديال فريق اخر. وكنشكرك على قبول الدعوه. متابعي برنامج الفاسبور، السلام عليكم والى اللقاء لاحق.